لكن تعالى بقى اخدك يا كابتن اسلام والكابتن ابو مسلم على حاجه مهمه جدا. يمكن الكابتن ابو مسلم اتكلم على فرقه الدهال من حته الناحيه الجماعيه، والكابتن طارق دياب اتكلم على ان الدهال بيمر بظروف صعبه شويه. يعني انا هوصف لك ليه هي كابتن طارق دياب يمكن قاعد في قطر وعارفهم واتفرج عليهم كتير، ليه هو بيمر بظروف صعبه. ايوه الدهال لعب الشهر ده لعب 3 مباريات مهمين جدا، غير المباراه بتاعت الكاس بتاعت الاهلي اللي كسبها برقم كبير 6، لان المباراه دي كانت محسومه على الكاس فالدحيل كسب. لا تعالى نروح لاول 3 مباريات من بالظبط يمكن من شهر كده، لعب السد القطري، والسد من الفرق الكويسه 3 خسر 3-1، وحتى كمان بغداد بنجاح هو اللي جاب ال3 أهداف للسد القطري واللي جاب لهم الهدف المعز علي. حلو، ده لعبها بطريقه عشان بس اوريك ان لاموشي ممكن يغير لعبه خالص، لانه من المدربين اللي نادرا بيلعب بتكتيك واحد، كل مباراه وليها تكتيكها، يمكن بيلعب ب3 أو 4 تشكيلات او طرق لعب. يعني لعب في السد القطري لعب 4-4-2، بعديها لعب مباراه مع قطر القطري لعب 4-2-3-1، وحتى تعادل ايدي ميلسون اللي جاب له الهدف. ايوه المباراه الثالثه لعب مع مصلال وسجل دودو وكسبوها 1-0، وكان بيلعبها دي 4-1-4-1. يبقى انت بيديك انطباع عن ايه؟ عن الفرقه ان هي بتستقبل اهداف كتير وبتجيب اهداف كتير، يعني هجوم كويس ونص ملعب كويس، دفاع ضعيف شويه. علشان نسبه التهديف عنده، حته الاستحواذ اللي بيعملها صبري بيعملها بطريقه عايز اقول لك في الوقت الحالي ومع النادي الاهلي هيعملها بشكل مش مبالغ فيه، يمكن هيلعب الطويل شويه عشان عارف ان النادي الاهلي بيضغط كويس، وعارف ان قوه النادي الاهلي في نص ملعبه وفي دفاعه وليس في هجومه، هو متخيل كده. فهتبص تلاقيه بينقل اللعب في الحته اللي قدام علشان ما يخليش نص الملعب والمدافعين بتوع النادي الاهلي. انا بكلمك على فرقه الدحيل دلوقتي من الناحيه التكتيكيه. أيوه. واللي انا متخيله من صبري، وانا يمكن قلت لك كابتن اسلام لعبته حضرتك 3-4 مرات، انا لعبته انا لعبته مرتين مباريات بس كانت وديه، لان كنت بروح عسكر في قطر ولعبته، كان اللي هو ماسك الجيش مباراه منهم كمان. فهو على فكره جه قطر 2006، كان اولا هو جاي من نوتنغهام فورست، كان بيمرن نوتنغهام فورست وبعدين جه درب الدحيل القطري. ايوه الحاجه المهمه اللي عنده دلوقتي ان هو جاب علي كريمة عشان يغير اللي في دماغه، ودي جاب علي كريمي عشان هيغير اللي في دماغه. خلينا عند النقطه دي ضروريه جدا. طيب خلينا عند النقطه، جاب علي كريمي عشان يغير حته، عشان يغير جزء الهجوم الشرس اللي بيعمله. بدا يفكر عشان لما يجي يلعب النادي الاهلي لازم يلعب الاهلي بتوازن، علشان كده جاب علي كريمي من القطر القطري برقم كبير، لسه جايبه في يناير، وجاب اولونجو كمان علشان كاس العالم للانديه.